نبدأ هذه الجلسة الحوارية، وأبدأ مع معالي الأمين العام وأسأل حضرتك: هل مصر كانت استنفذت كل ما يمكن أن يتم قبل الحرب؟ يعني كل ما كان يمكن أن يحدث لم يكن أمامنا بديل إلا الحرب؟ هو في رأيي أن الحرب كانت ضرورية منذ يوم 10 يونيو 67، وقف إطلاق النار. مصر دولة كبيرة ضربت ضربة عنيفة جدا، وبالتالي كبريائها واحترامها لنفسها واحترام المنطقة لها وقدرتها على التأثير في هذه المنطقة كان يجب أن يقوم على حرب جديدة تعيد التوازن الاستراتيجي في المنطقة. في نفس الوقت المؤكد أنه النوايا الإسرائيلية كانت في استبقاء الأرض، كانوا حيبقوا على الأرض ولا يمكن أنهم حيوافقوا على الانسحاب منها. وأعتقد أنه القيادة المصرية في وقتها والشعب المصري، أنا شخصياً كنت عارف أنه المسألة مش هتيجي إلا بحرب أخرى نتيجة للفلسفة اللي بيتحرك بها الجانب الإسرائيلي. وبالتالي المهمة الأولى لمصر كانت هي في إعادة بناء قواتها المسلحة مرة أخرى، بناء قوات مسلحة قادرة بيستغرق سنوات، وبالتالي هذه السنوات بذل جهد دبلوماسي، والعالم كان بيحاول انه يقنع اسرائيل بالتجاوب مع فكرة الانسحاب من الاراضي المحتلة. وبرضو انا شخصيا لم يكن لدي اقتناع اطلاقا انه الجهد الدبلوماسي هينجح. وبالتالي استغرقنا 6 سنوات و3 أشهر نعيد بناء قواتنا المسلحة، ومع ذلك الجهد الدبلوماسي في وقتها كان فيه كثافة كبيرة جدا في السنتين الأخيرتين، ولها أسبابها. على سبيل المثال أنا شخصيا قرأت برقيات على اتصالات مصرية أمريكية، يلتقي وزير الخارجية المصرية الدكتور محمد حسن الزيات مع ويليام روجرز وزير خارجية الولايات المتحدة في يوليو 72 في نيويورك أثناء دورة الجمعية العامة، يقول له: شوف، من هزم في المعركة عليه أن يدفع الثمن، وبالتالي يتخلى عن الأراضي لصالح إسرائيل. يجي سنة 73 نفس الوزير أو كيسنجر يقول لوزير الخارجية المصرية في وقتها الزيات، دكتور الزيات، أنه نحن ليس لدينا وقت نضيعه معاكم. في هذا التوقيت الرئيس السادات قرر إخراج الخبراء السوفيت من مصر. دي كانت رسالة رصدها الأمريكان، فالأمريكان بدأوا يهتموا بالموقف المصري وقالوا: طب ما فيش مانع نعمل معاكم جولات مشاورات. حصل جولتين مشاورات لأول مرة، مرة في فبراير 18 و19 فبراير 73، ومرة أخرى في 20 مايو 73، الأولى في لونج آيلاند في الولايات المتحدة والثانية في باريس. التقى كيسنجر مع مستشار الأمن القومي المصري محمد حافظ إسماعيل، وكان واضح أن هما الاثنين غير قادرين على التوصل إلى تفاهم فيما بينهما.
من هنا ولما عرض الأمر على الرئيس السادات توصل إلى النتيجة المؤكدة أنه لا يمكن إلا بعمل عسكري كبير يهز الموقف. الرئيس بيعقد اجتماع في 30 سبتمبر 73، 6 أيام قبل الحرب، ويستقر الأمر على القيام بالعمل العسكري، ويبدأ العمل العسكري وينتهي بتحقيق الهدف المصري. هدف المصري كان في وقتها، وهو هدف محدود، الحصول على شريحة من الأرض، ضرب الجانب الإسرائيلي، تدمير خط بارليف، شد الهجمات المضادة، والدخول في عملية مفاوضات تؤدي إلى الوصول إلى خط الحدود المصرية مع فلسطين تحت الانتداب 1906. من هنا يمكن استغرق الأمر بعض الوقت بعد العمل العسكري وتوقفه، إلا أن المؤكد أن أنت وأنا نقدر نروح النهاردة نزور طابة في شرق الحدود ورفح في غرب الحدود، أي حققت مصر الهدف الاستراتيجي من الحرب.